الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 14 من الكتاب 22، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. قلنا أن الرطب بالتمر لا يجوز بيعه. لماذا؟ لعدم القدرة على تحقيق شرط التماثل في متحد الجنس والعلة، لأن التمر جنس ربوي، فهشتري تمر برطب، والرطب نفس الجنس، الرطب هو التمر بس فيه ماء، مجرد يجف ماءه صار تمرا، مش كده برضه؟ يبقى لا يجوز ان انا ابيع نفس الجنس متحد الجنس والعلة تمر برطب الا ان يتفق وزنا او كيلا، والا نقع في ربا الفضل، وبالتالي لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لان الرطب فيه قدر من الماء انا لا اعلمه، وبالتالي لا استطيع ان انا اتحقق شرط التماثل في متحد الجنس والعلة، جنس ربوي والعلة الطعمية. الجنس ربوي هو الطعام، جنس ربوي هو المطعوم، متحد الجنس يعني رطب وتمر جنس واحد، عنب وزبيب جنس واحد، يبقى ما ينفعش بيع العنب بالزبيب ولا بيع الرطب بالتمر. لماذا؟ لأني لا أستطيع أن أنا أتحقق من شرط التماثل، لأن النبي قال إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء 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 وهاء، في حديث عبادة بن الصامت، مش كده برضو المشهور اللي باين فيه الأجناس الربوية. لكن النبي استثنى من ذلك العرايا، والعرايا هي بيع الرطب على النخل بخرصه كيلا تمر على الأرض، خرصه يعني بالتخمين، وجعلها في حدود 5 أوسق، ما تزيدش عن كده، لعموم الحاجة إليها مع وجود علة الربا فيها. يبقى النبي له التصريف في الأحكام، يعني النبي له أن يتصرف في الأحكام لأمته ويختار من بعض المحرمات يجعل اليوم حلال. فهمت بقى إزاي؟ له التصريف في الأحكام صلى الله عليه وسلم. فالعراية من بين الأمثلة التي تأتي بها في دلالة أن النبي له التصريف في الأحكام، لأن لولا أن النبي أجاز لكانت ربا محض، ولكن النبي أجازها في حدود 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمدد، والمد حوالي 1.25 كيلو، تطلع في الآخر الوسق حوالي 150 كيلو، يبقى 5 أوسق يبقى حوالي 750 كيلو جرام. في الحدود دي ممكن نبيع ايه؟ الرطب بالتمر والعنب بالزبيب خرصا، خرصا يعني تقديرا، نقول ان العنب ده اذا تذبب هيبقى كذا كيلو ونديله زبيب كذا كيلو، نقول الرطب ده اذا تتمر هيصير كذا كيلو ونبيع بالكيلو. فهمت بقى المسألة؟ ادي معنى الخرص. الخرص هو الايه؟ انه يحذر، يعني حذر، المصريين يقول لك حذر فذر، يعني خمن، واخد بالك؟ فالحرص هو الحذر، واخد بالك؟ وهو التخمين، ويشترط في الخارس ان يكون اهل خبره، يعني يكون بيشتغل في الشغله دي سنين طويله حتى يصير عنده الخبره التي بها يقول هذا. باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا في العرايا. يبقى العرايا فيها عله الربا ويجوز، زي ما كما ان السلم، بيع السلم فيه عله تحريم بيع ما ليس عندك، مش النبي نهى عن تبيع ما ليس عندك؟
إلا في السلم أجازه لعموم الحاجة إليه. يبقى النبي له التصريف في الأحكام، يختار من بعض المحرمات يحل لنا بعدما حرم علينا، من باب إيه؟ رفع الإيه؟ الحرج عن الأمة، التيسير على الناس في المعاملة، صلى الله عليه وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 58 بعد 900 و3000، قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، ثمر النخل اللي هو الرطب بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. المحاقلة تشبه إيه؟ المزابنة. المزابنة إذا كان شجر فيه ثمر أبيع الثمر اللي على الشجر ده خرصا بكيله من مثيله الجاف، فهمت إزاي؟ ده يسموها المزابنة، يعني أبيع الرطب على النخل أقدره لو صار تمرا يبقى قد إيه، وبعدين أبيع بالقدر ده بمثيله تمر على الأرض، ده اسمه المزابنة. طب والمحقلة؟ أبيع القمح في سنبله أقدره لو درس وخرج من سنبله يعمل كم أردب، وابتدي أبيعه بالإيه؟ بالقمح الخارج عن سنبله، فهمت؟ دي اسمها المحاقلة. يبقى المحاقلة فيما كان في الحقل، والمزابنة فيما كان في الشجر، وعلة الربا فيها هي عدم تحقق شرط التماثل في متحد الجنس والعلة، العلة الطعمية والجنس هنا ايه؟ قمح بقمح، رطب بتمر، فهمت بقى المسألة؟ يبقى النبي نهى عن المزابنة وعن المحاقلة صلى الله عليه وسلم. نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة هنا الواو هنا العطف تفسيري وهو من الراوي، يبقى التفسير هنا مدرج مش من كلام النبي يعني. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. بعدين الواو دي بقى واو عطف واستكراء، يبقى معطوفة على ايه؟ المزابنة والمحاقلة، فهمت بقى؟ يبقى النبي نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة واستكراء الأرض، فهمت بقى؟ يبقى الواو الأخيرة دي عاطفة، لكن الواو الأولانية لما بيعرف لك اسمها واو العطف تفسير، يبقى واو العطف للتفسير، وهنا عطف للتنويع، واخد بالك؟ إذا هو التأسيس بيبين لك حكم جديد يعني. واستكراء الأرض بالقمح، يعني استكراء الأرض يعني كنت تؤجر الأرض على أن يأخذ بقدر بقمح، يعني القمح هيزرع قمح، تقوم إيه؟ تأجر له الأرض مقابل أرادب من القمح لسه ما طلعتش منها، فهمت؟ إذا كانوا بيبيع ما ليس عنده، ده نهى النبي ليه كل دي؟ لأنها عقود فاسدة لإيه؟ لعدم القدرة على التسليم، وعدم أيضا معرفة قدر ما يخرج. واستكراء الأرض بالقمح، يعني إجارة الأرض بالقمح الذي يخرج منها يعني. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. والثمر بالتمر هنا الثمر بتاع التمر اللي هو الرطب بالتمر، يبقى الثمر هنا هو الرطب بالتمر. وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت، لأن لو كان الثمر ده غير رطب، يعني لو كان الثمر ده عنب ممكن اشتري عنب بالتمر، لان اختلف الايه؟ النوع. طالما اختلف النوع واتحدوا في العله يسقط شرط التماثل، صح ولا لا؟ يبقى لما يكون بها عن الثمر بالتمر يبقى يقصد الرطب بالتمر مش اي ثمر، فهمت بقى ازاي؟
وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر، يعني بقدرها تخمينا، هذه معنى خرصها، بقدرها تخمينا يعني تقديرا. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. كل دليل عشان الفقير يعرف يأكل رطب. الفقير ما عوش دراهم ولا دنانير لكن عنده تمر في البيت مخزن وعايز يجيب رطب، يعمل ايه؟ الشارع يقول له ما تجيبهاش، يبقى معناه مش هيعرف ياكل رطب، ما يعرفش يبدل التمر برطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لحال الفقير اباح له ايه بقدر معين ان يقدر يبدل التمر بالرطب خرصا مراعاة لحال الفقير صلى الله عليه وسلم. وقال هذا الحكم خاص بالفقير، قال لك لا، والغني ايضا له ان يترخص ويبيعها ايضا. فاصبحت ايه؟ يبقى منشا مراعاة لحق الفقير او لحاجة الفقير ثم عمم سائر الامة، فحتى الاغنياء ممكن ايه يترخصوا في العراية. واضح؟ وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني نافع بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال وحدثناه يحيى بن يحيى. والغني كمان اما حيبيع الرطب اللي عنده ياخده تمر بقدر ايه الخمسة اوسق هيستفيد، عارف هيستفيد ايه؟ انه وفر على نفسه جهد تجفيف التمر الرطب وتحويله الى تمر، جاله تمر جاهز، لان تحويل الرطب الى تمر ده يحتاج الى ايه؟ تنشير والى معاملات معينة تأخذ عدة شهور حتى يتحول هذا الرطب الى تمر، محتاج مجهود وهذا المجهود يحتاج ايضا الى نفقة. فاذا باعه رطبا واخذه تمرا كان ارفق له، فهمت؟ يبقى الغني هيستفيد والفقير هيستفيد، الفقير ياكل رطب والغني يستريح من ايه؟ من تتمير الرطب في حدود الخمسة اوسق، فهمت؟ يبقى ايه ده؟ كل ده تيسير على الأمة صلى الله عليه وسلم. رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا، يعني يبيعونها مش النخلة يعني ثمرها الرطب يعني. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل، يحيى بن سعيد أنا اللي بيفسر، قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا. وعن أبي قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال أن تؤخذ بخرصها. وعن أبي قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا قال وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العراية بخرصها. وعن أبي قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال
حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقلنا الثمر هنا بمعنى الرطب، وقال ذلك الربا، يسموه ربا الفضل لعدم تحقق شرط التماثل في متحد الجنس والعلة، وقال ذلك الربا تلك المزابنة، وهي دي اللي اسمها المزابنة اللي نهى عنها النبي، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. يبقى العرية مستثناة من إيه؟ من الربا، هي ربا، العرية ربا مستثناة، أباحها النبي مع وجود علة الربا فيها، ولم يأخذ بهذا المالكية ولا الأحناف، وأول هذه الأحاديث تأويلات بعيدة، لأن عندهم لابد أن يتحقق شرط التماثل، ولكن فأولوها تأويلات بعيدة كل البعد عن المعنى، والذي أخذ بالتأويل الذي قلته لكم هو مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا. رخص جاء من رخصة، والرخصة ما كان على خلاف الدليل لعذر، بني على خلاف الدليل، الدليل إنها ربا والربا حرام، فجاءت على خلاف الدليل فصارت مباح، فهمت ازاي؟ عشان كده قال لك رخص، ما قالش اباح، قال لك رخص، فهي على خلاف الدليل لعذر. وايه هو العذر؟ رفع الحرج عن الناس، التيسير في المعايش والمعامله، التيسير على الفقير وعلى الغني، فهمت بقى؟ طب والعزيمه تعرفها ايه اللي هي مقابل الرخصه؟ هي ما كان على وفق الدليل، كل ما كان على وفق الدليل يبقى اسمه عزيمة، كل ما كان على خلاف الدليل لعذر يسمى رخصة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى، غير أن إسحاق وابن المثنى جعل مكان الربا الزبنة، وقال ابن أبي عمر الربا. وقال ذلك الربا في الرواية لي، وقال ذلك الربا في رواية تانية، وقال ذلك الزبنة، فهمت بقى؟ الزبن اللي هو البيع الثمر على الشجر بمثله خرصا تمرا، فهمتني ازاي؟ اللي هي الزبن. وعن أبي قال وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة
أو في خمسة يشك داود؟ قال خمسة أو دون خمسة؟ قال نعم. طب الخمسة نفسها ولا دون خمسة أوسق؟ يعني لحد خمسة أوسق بالضبط، فما زاد عن الخمسة يبقى ربا، والخمسة دخل في المباح في الرخصة، ولا ما دون الخمسة هي الرخصة والخمسة دخل في المحرم؟ وجهان عند الشافعية، والراجح أن الخمسة تدخل في المحرم. فهمت بقى المسألة؟ الراجح أنها دون الخمسة، أما الخمسة فتدخل في التحريم احتياطا لأنها على خلاف الدليل لعذر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا، والكرم هو العنب. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا، والزرع اللي هو السنبل، سنبل القمح يعني، بالحنطة بالقمح اللي هو خارج سنبله كيلا، برضو عشان ما تعرفش قدر التبن قد ايه، مش كده؟ لان اللي في سنبله فيه تبن، فيه شوائب السنبله، واللي خارج عن السنبله القمح ده ايه؟ مدروس، درس فخرج، فلا تستطيع انك انت تميز اذا خرج من سنبله هيبقى كيلو قد ايه، فما ينفعش تبيع بقدره خرصا وهو في سنبله. فهمت؟ ده يسموها المحاقله، اللي هي تساوي المزابنه في الشجر. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه كمان بقى عشان يدخل لك المحقلة، وكل ثمر بخرصه بدخل المحقلة اللي هو بيع ايه؟ القمح في سنبله بالحنطة خارج سنبله. وعن أبي قال حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. ده يؤدي إلى إيه؟ إلى كمان الخصام والتشاحن. وعن أبي قال وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه لبستانه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أي عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا كالقمح أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله، وفي رواية قتيبة أو كان زرعا. وعن أبي قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاء قال وحدثناه ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني الضحاك حاء قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. باب من باع نخلا عليها ثمر. أنا بعتك النخل الذي أملكه وكان عليه ثمر،
الثمر ده داخل في البيع ولا الثمر لي أنا لأن أنا اللي أنفقت عليه، فأنت تأخذ النخلة، أما هذا الثمر فأنا الذي أحصده البائع. فهمت إزاي؟ الراجح أنه إذا باع النخل بعدما أبرها يبقى الثمر للبائع، وإذا باع النخل قبل أن يؤبرها فالثمر للمشتري. فهمت المسألة؟ إلا أن يتفقا. إلا أن يتفق يعني إيه؟ لو اتفقنا إن أنا ببيع لك النخلة بثمرها يبقى حدي لك ثمن زيادة لأن الثمر حيزيد عليه. فهمت بقى؟ لكن لو اتفق ما فيش مشكلة. لكن ما اتفقوش، قال له أنا هبيع لك الميت نخلة بتوعي اللي موجودين في الحتة الفلانية وأنا كنت أبرتهم خلاص يكادوا يثمروا وما اشترطناش حاجة، يبقى يسير العقد بيع النخلة، أما الثمر فيكون للذي أبر وهو البائع. فهمت؟ فهمت المسألة؟ نعم. وفيها خلاف كبير في المذاهب بقى، عايزة تفاصيل في كتب الفقه المقارن لأن المعاملات فيها مذاهب كتير، لكن اللي قلته لك ده مذهب الشافعية ومن وافقه، وهو أحوط المذاهب في هذه المسألة على فكرة من حيث الاحتياط يعني والورع. باب من باع نخلا عليها ثمر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت. أبرت يعني إيه؟ لقحت، لأنه خد بالك أن النخلة أعلى ما في إيه؟ قمة النباتات، هي الوسط بين النبات والحيوان على طول، يعني ربنا جعل برزخ بين الجماد والنبات وبرزخ بين النبات والحيوان. برزخ يعني ايه؟ يعني حاجة واسطة بين جنسين فيها من صفات كل جنس يسموها برزخ، يبقى البرزخ مكان واسطة بين عالمين. فهمت؟ فجعل في برزخ بين ايه؟ بين الجماد والنبات. ايه هو الكمأة؟ الكمأة تشوفها تفتكرها زلطة كأنها جماد، وتيجي تفتحها تلاقيها نبات بتأكل. فهمت ازاي؟ دي الكمأة. عايز تشوفها ادخل على النت واكتب الكمأة، هتجيلك صور كتيرة تشوفها لانها موجودة في ليبيا وموجودة ايه في العراق وموجودة في بلاد كثيرة، لكن مش ومشهورة في سيناء في مصر، لكن اللي قاعد في القاهرة زي حالتنا ممكن يعيش ويموت ما يشوفهاش، لكن ممكن بقى يشوفها الوقت على النت. فهمت؟ فالكمأة هي البرزخ بين الجماد والنبات، يعني نهاية الجماد وبداية عالم النبات تبقى ايه؟ الكمأة. طب نهاية النبات وبداية عالم الحيوان تبقى ايه؟ النخلة. النخلة تلاقي فيها ذكر وانثى كالحيوان فيه ذكر وانثى، ومش كده وبس، والنخلة في النباتات اذا قطع رأسها ماتت كالحيوان، اما باقي النبات لما تقطع رأسه ينمو من فروعه لا يموت، مش كده برضو؟ وعلشان كده النخلة تعتبر البرزخ بين النبات والحيوان. واضح؟ ونبينا هو البرزخ بين الوجود والعدم وبين الظهور والبطون وبين الأحدية والواحدية وبين الواجب والممكن. فهمت بقى؟ لأنه لولا ما ظهر الممكن فهو البرزخ، اللي احنا قلناها الصلاة البرزخية في الصلوات اليسرية. يبقى ناخد بالنا من الحاجات دي. بيقول من باع نخلا قد أبرت يعني لقحت، والتلقيح يكون للحيوان ودي نبات، شفت بقى؟ علشان تعرف ان النخلة برزخ بين النبات والحيوان. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري، يعني المبتاعين المشتري، يقول له خلاص أنا هشتريها باستمارة اللي عليها هاخدها، يعني يديله تكاليف التأبير مش تكبن الثمر، لأن النبي نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. فهمت بقى؟ نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. وعن أبي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. وعن أبي قال: وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. لو أنا بعت عبد أيام الرقيق بقى، العبد ده أنا ملبسه بدلة، البدلة دي تمنها 1000 جنيه ومديله موبايل، الموبايل ده ثمنه 2000 جنيه وملبسه ساعة، فهمت ازاي؟ انت لما بتشتري العبد ده بتشتري العبد جسمه، مش بتشتري اللي عليه من اموال، الاموال دي اللي عليه دي بتاعتي، فهمتني ازاي؟ وهتطلب بدلته كمان محفظة فيها 1000 جنيه عشان لو احتاج مصاريف ولا حاجة يصرف. فانا جيت بعت الواد العبد ده، يبقى كل اللي عليه من مال ده ملك مين؟ ملك البائع، الا ان يشترط المبتاع. المبتاع يقول له: لا انا هاخده كده باللي عليه. طب باللي عليه بقى يبقى ثمنه هيبقى 100,000 جنيه، من غير اللي عليه ثمنه 90,000. فهمت بقى ازاي؟ فلو اشترط المبتاع هزود انا الثمن بقى، ثمن اللي شايله من اموال. فهمت بقى المساله؟ ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، يبقى ماله للذي باعه للمالك الأصل، لأن العبد لا يملك، ليس له ذمة مالية، فكل ما عليه وما زاد عن جسمه فهو من مال مالكه. فهمت إزاي؟ فهو لا يملكه العبد، ماله ذمة مالية. وعن أبي قال: وحدثناه يحيى بن يحيى، زي ما باع لك فرس مثلا، فرس هبيع لك فرس، يبقى ببيع لك الفرس ما تاخدش السرج ولا اللجام ولا الغطاء اللي بحطه على الفرس، فهمت ازاي؟ ولا الكرباج اللي انا بسوق بيه الفرس، دي كلها زوائد، دي ملك انا. ساعة ما تيجي تاخده بتجرده من الحاجات دي كلها وتسيبها لي وتاخد الفرس لوحده كده، فهمت ازاي؟ طب انت عايز تاخده كده على بعضه بسرجه، يبقى خلاص يشترط وادفع ثمنه. فهمت بقى المسألة؟ ادفع ثمن مزاد يعني. كل ده ليه؟ حتى لا يأكل الناس أموال بعضهم البعض بالباطل. كل ده تفسير لآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. شفت بقى كل التفاصيل اللي يعني نتكلم فيها في البيوع والمعاملات كلها تفصيل ما أجمل في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إلا هنا استثناء منقطع، أي إلا المكسب في التجارة فهو ليس بالباطل لأنه عن تراض. وعن أبي قال: وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. ونقف على باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين غدا إن شاء الله. الحاجات دي كلها تلاقيها أنت مشروحة، هنقراها بسرعة لأن احنا شرحناها تقريبا فيما سبق.
غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لمن تحب وترضى، وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا، وتقبل ذلك منا يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.